ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، الحمد لله. البطولة كام في حياتك؟ لا، البطولة دي ليها رونق خاص داخل النادي الأهلي. في أوقات صعبة جدا لعبتك في منتخب، في أول السيزون قلت في مشكلة كبيرة، حاجات كتيرة جدا في هذه البطولة. عايزين نعرف الخلفيات معاك. طيب، أولا كانت مغامرة كبيرة جدا إن أنا أخش البطولة دي بعد سلسلة من للأسف الإخفاقات في المنتخب، لأن أنت عارف طبعا المنتخب يضم حوالي 10 لعيبة من النادي الأهلي. كانت مغامرة بصراحة، لكن أنا راهنت على خبرة وشباب النادي الأهلي ولعبته، والحمد لله رب العالمين، ربنا كان واقف جنبنا جدا في البطولة دي. صحيح كان زي ما تقول كده الأداء كان شوية مش مرضي، لكن في الآخر أثبتوا إن النادي الأهلي قوي الحمد لله في الكرة الطايرة. زي ما قلت لك هي مغامرة أنا طمعت فيها، والحمد لله رب العالمين ربنا نصرنا يعني. المغامرة مهمة جدا في الرياضة، لكن لعبت بطولة يعني كانت محسوبة عندك، بطولة أفريقية ودوري وكاس وكل البطولات القديمة موجودة، دخلت حطيتها كده في النص وقلت ألعب البطولة دي، شايف إن هي ما كانتش في وقتها يا كابتن بصراحة. هقول لك أنا لما أنا زي ما قلت لك أنا عندي فرقة يعني رائعة بتضم خبرة وشباب ويعني تشكيلة كويسة، أنا بصراحة طمعت في زي ما بقول لك في البطولة، لكن المنتخب زي ما بقولت لك كده ايه في اخفاقات كتير قوي حصلت. انا قدمت طبعا قبليها بحوالي شهر ونص للمجلس، فما كنتش ممكن ابدا ان انا ارجع في كلامي خالص او المجلس يرجع في كلامه ان احنا نشارك. كان قدامي طريق واحد ان احنا هنشارك، وحتى اسال يعني اللعيبه قلت لهم ان شاء الله حتى يكون انا معايا 14 راجل هنكسب يعني هنكسب. فالحمد لله ربنا بقول لك نصرني في وقت صعب جدا يعني عليا. وقت صعب جدا.